حالة من القلق الشديد تسود المنطقة بعد إعلان إسرائيل الحرب على حزب الله إذا لم يسلم الحزب الأسرى الإسرائيليين الثمانية. وفي الوقت نفسه يطالب الحزب بالإفراج عن 500 أسير في السجون الإسرائيلية في حالة ما إذا تم التفاوض بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين. عرفت توف رفي، بتمنى انك انت تكون نمت كويس. نماني بوادو من اخم. شوف يا رفي، العصبية بتوصل للحماقة. انت بتعرف انه الواحد لا يمكن يكون مخه صافي وينام كويس إذا أكبر بنك بإسرائيل انسرق. كلياتنا مننا اليوم. وأنا إيه علاقتي بالحكاية دي يا دكتور؟ كيف ما لك علاقة؟ رافي خليك إنسان حكيم وعاقل، رافي أنت الوحيد يلي معك المفتاح، يلي نحن بهمنا إنه نحن نعرف لمين أعطيت المفتاح، في حدا غيرك بيعرف كيف بتنقفل الخزنة وكيف بتنفتح؟ رافي ولو مين هدول يا رفي؟ أكيد أنت بتعرفهم أو بتعرف شي حدا منهم. شايف هذا الرجال الطيب يلي واقف بالنص؟ طلع منيح، هذا اللي ما إله عينين. زومين شاول، زومين. شفتوا؟ هذا ما له عينين، بس التكنولوجيا ما خلت إشي إلا وزبطته. حط له عينين شو؟ حط له عينين. واضح. مين هاد؟ ميزه؟ ميزه رفي؟ زي ناجي بيعطلة. عليك نور، عليك نور، برافو، برافو. ناجي بيعطلة، هو كان ضابط بالجيش الإسرائيلي إشي؟ لا، ده المحلل الإداري بتاع السفارة المصرية. طيب، ليش لابس ثياب ضابط بالجيش الإسرائيلي؟ أنا شو عرفني دوم من أخي بتسأله؟ أنا أسأله؟ ها؟ حاضر حاضر، هسأله، هكلمه بالمصري كمان. مستر نجي عطلة، ممكن أعرف حاجة؟ حضرتك ليه لابس هدوم الجيش الإسرائيلي؟ بيجاوبش؟ سمعتنيش؟ يا ده ما بيجاوبش. دوم مناخم، الخيالات اللي في دماغك اللي بتحاول تثبتها دي ملهاش أي أساس ولا أي دليل مادي. وحتى لو ناجي عطلة هو اللي سرق الخزنة، أنا مالي بالقصة دي. ليه؟ هو مش صاحبك؟ أنا ماليش صاحب. أنت إمتى آخر مرة شفته فيها؟ في القهوة، ما كنتش لوحدي. ناجي عطلة ده كل إسرائيل بيعرفوه، يعني روني ميتال السمسار وعفادية السماك ومزراحي، ناس كتير جدا. صحيح صحيح، والله ما كان ناقص غير إنه يرشح نفسه على الانتخابات الإسرائيلية، بس هو ما إله بالسياسة. شاف البزنس أحسن له بكتير، دخل البزنس من أوسع أبوابه، دخل البزنس لحتى وصل للخزنة تبعك 200 مليون دولار شفطهم. بس أكيد هو ما كان لوحده، كان له شركة يا حبيبي، وأكيد أنت كنت واحد من أهم الشركاء معه، أنت أهم شريك عنده، صح؟ معقول يا رفي؟ معقول؟ هذا بنك لأومين، بنك ليومي، أهم بنك بإسرائيل انسرق. نحن انسرقنا يا رافي ب 200 مليون دولار. نحن منعرف مين اللي سرق البنك، لا قادرين نعرف هو وين ولا قادرين نجيبه. بيعجبك هذا الحكي؟ بيعجبك؟
هي إسرائيل يا رافي، إسرائيل بلدك. فكر منيح إنه إسرائيل بلدك يا رافي. دول الثمانية الإسرائيليين اللي حزب الله أثرهم زي ما أعلن للعالم كله يا أحمد، وإسرائيل اعترفت بالكلام ده تماماً. يعني إحنا كمان عارفين إن الأولاد مصريين. ده هيطرح قدامنا شوية أسئلة. ليه إسرائيل اعترفت إنهم إسرائيليين؟ وليه حزب الله اعترف إنهم إسرائيليين؟ طب لو طلعوا مصريين راحوا ليه وإزاي؟ وبيعملوا ايه؟ الولاد دول يا احمد دخلوا اسرائيل بطريقه غير مشروعه. والله يا فندم الولاد دول اول مره يروحوا اسرائيل. انما الراجل اللي في النص ده ناجي عطا الله. وده كان المرحل الاداري بتاعنا في السفاره المصريه في تل ابيب. والحقيقه يا فندم الراجل ده الملف بتاعه فيه حاجات متناقضه كتير قوي. زي ايه؟ مثلا كان على علاقه طيبه جدا معاهم طول فتره خدمته في تل ابيب. طيبة لدرجة تثير الشبهات. وبعدين حصل معاهم مشكلة، وتحديدا مع البنك ده. رفع قضية على البنك وقدم استقالته ومشي وساب تل أبيب. ما تشغلش بالك بالموضوع ده، احنا بنشتغل الملف ده بشويش علشان مش من حقنا ان احنا نعلن ان دول مصريين، خصوصا في الوقت الحالي يا احمد. انما اقول لك ايه، لازم تستوعبوا أهليهم عشان الموضوع ما يكبرش، لأن بدأت أشوف وأحس إن في ناس بدأت تسأل عليهم، إلا أبوه والأمه، ده حتى صورة الشيخ حسن بعض الناس اللي بترددوا على الجامع عرفوه على طول. إلا البت دي، يا ترى مين يعرف البت دي؟ كريم لاهاني ألدن، يهودية إسرائيلية، كانت في جامعة تل أبيب وعضوة في نجمة داود الحمراء. أنا بعرفها منيح واشتغلنا معاها أكتر من مرة. إسرائيلية إسرائيلية، إيش اللي لمها على هدول الجماعة؟ وكيف تعرفت بنجاة الله؟ علاقتها بناجي عطا الله ما كانتش منيحة، كانوا دايماً على خلاف. رجال هاد، أنا كتبت فيه تقارير أكتر من مرة بس ما حدش التفت في القيادة لما أرسلتها. يوسي، أنت إيش علاقتك بأيلة مرت رافي دافيدوفيتش؟ هي قروفات مش باخاءة مناخم. كنت أتدخل بينها وبين رافي لما تحصل بينهم مشاكل. أنا مفين، أنا مفين. درجة تدخلك كانت توصل لوين؟ يعني تحن عليها، تطبطب عليها، تمسح لها دموعها. كان في علاقة بيني وبينها أدون مناخم. حلو كتير. انت بتعرف انه انا بحب الناس اللي بيجوا معي دغري. هذا حلو كتير. الحياة مثل البازل، نحن بنقدر نركبها ترتيب. وانت بتعرف انه انا بعرف انه في علاقة، ورافي كان بيعرف بهي العلاقة. بعرفش هذا مناخم. انا بعرف منيح. رافي كان متأكد انك انت على علاقة مع مرته، وكان بده ينتقم. بس قبل ما ينتقم منها، بتعرف يا يوسي من مين انتقم؟ من إسرائيل، من إسرائيل كلها.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.